السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، كديرين؟ كنتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، ويلقاكم هاد النهار تكونوا إن شاء الله ناشطين وفرحانين وأموركم هي هذيك. مهم البنات، نهار جديد وروتين جديد وروتين تحفيزي كيما ديما. شكرا لكم البنات، لا يخطيكم التعليق ديالكم وقال لك تدعمني، شكرا لك بزاف بزاف. وما تنسينيش اختي بواحد اللايك البنات كتشجيع، يعني ما قداش تبارطاجيني المين وما تبخليش عليا بواحد اللايك غير باش يشوفوا الفيديو ديالي يطلع ويدخل معايا ناس جداد ويشاركوا معايا ناس جداد. هذا هو الدور اللايكات ديالكم البنات. المهم كيف ما كتشوفوا ان شاء الله نهيرت اليوم. المهم البنات مشيت قديت غير تقضيه خفيفه، لانني كتمشي حتى البنات باش نشوف الرخامه اللي غندير ان شاء الله في الكوزينه صوبها وقادها، بقى لينا غير نجيبوها. مشينا في وقت البنات مع طلس النهسات تل ان شاء الله حتى الغدا عاد غيمشي يجيبها لينا زكريا. ما كرهتوش يركبها ليا البنات باش نرتاح التصويره البنات، حيت ما كنصيبش راحتي في التصوير ملي كنبدا نصور، خاصه ملي كنبغي ندير المسمن، بغي ندير معكم بحق البنات شي حاجه معمره، ما كنصيبش راحتي هنايا مع كنحط حتى الكاميرا حدايا، ماشي ساهل، وكنحط حدايا الضو يعني ما كنرتاحش البنات. ما انا ما بقاش الوقت، غندوز البنات ان شاء الله غندير بطبوط عامر وندير في نفس الوقت بطيبطات بايت تشهيتهم البنات بالعسل وزيت العود. غندوز هنايا كيف ما شفتو درت البنات زلافه ونص ديال الفورس وزلافه ونص ديال القمح، وهنا غندير الخميره عندي هنا مليحه نحسب الضو، ملعقه ديال السكر سنيده صافي. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا غندوز ندلك مزيان هذا البطبوط وكنرخفو، البطبوط كيبغى يترخف البنات ويتدلك مزيان مزيان باش يجيكم خفيف وما يجيكمش البنات ثقيل من طيبيه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تدلك ها نتوما العجينه كنخليها مرخوفه كتلصق في اليد البنات، ها نتوما راه كتلصق صافي. هنا غنخليه يخمر، غطيته وخليته يخمر، وغندوز هنا نصوب الحشوه اللي باش غنعمر البطبوط، حيت كيف قلت لكم غندير نوعين وفاش زوين هذا. لكن انت البنات معطله وما عندك والو نوضي بالزربه وجديه ما كياخذش وقت كثير، وفي نفس الوقت يعني تصاوبي منه جوج اشكال. هنا البنات غندوز نصاوب غير الحشوه عاديه اللي ديجا مشاركه معكم ديال الفلفله والبصله، والكفته هي اللي باش نعمر، وشويه موتزاريلا اللي غندوز نحكها. المهم هنا البنات بينو مخمر ليا البطيبيط، راه بدا كيخمر، شوفوا بدا كيخمر. قبل ما ندوز دابا كنصوب الحشوه، غندوز نشارك معكم نحيد عليا حتى العصير. انا نشارك معكم واحد العصير البنات كيف ما كتشوفوا، واحد جوج خيزوات اللي شريتهم سلقتهم في الماء ديالهم ما درتوش الماء درتو، وعندي عصير الليمون داك الليمون الاحمر البنات هو اللي عصرت ليا دابا صابرين، وهنا عندي الباربه وعندي واحد التفاحه البنات لي حتى هي حيت القشر ديالها. المهم هاد العصير راه كيجي زوين، ندوز نطحنو الناس. العصير هو وجد، ها نتوما كيفاش كيجي، كيجي زوين البنات وكيجي لذيذ صراحه هاد العصير، الوقت راه صحي البنات. السكر اللي بغى يدير السكر سكر، كاين اللي ما عزيزش عليه السكر في العصير. المهم راه كيبقى العصير على حسب الذوق، ولا ما درتيش فيه السكر احسن كتستافدي كاع من داك العصير. هادشي اللي هي صافي. هنا البنات من بعد ما خمر عندي هنايا البطبوط، حطيت هنا البنات الادعيه كنتصنت ليهم وغندوز كيف ما شفتوا البنات غندوز ندير ثلاثه البطيبطات اللي غندوز نطيبهم في المقله، وغيجيو البنات كيجيو واعرين، هما كيبغيو يخمروا البطبوط كيبغي يخمر يعاود ثاني يخمر. وبالنسبه للبطيبطات اللي غنعمر هادوك بالزربه غندوز نطيبهم في اله البانيني، لا ما عندكمش اله البانيني البنات تقدروا طيبوهم غير في المقله، مقله عاديه صافي. هنا البنات المهم هنا البنات كيف ما كتشوفوا ها نتوما البنات راه كتهابا كنصور معكم، ها عيطت لي الوالده وبقات شاداني بالهضره وانا خدامه بيدي. المهم هنا البنات ما صورتش معكم هادو، بسطتهم كيف ما كتشوفوا قسمتهم على ثلاثه حيت جاوني كبارات في الاول، وغنخليهم هادو البنات غنغطيهم ونخليهم يخمروا، نغطيهم
ونخليهم يخمروا. اما هادو غنعمرهم بهاد الحشوه اللي صايبت البنات، هادو غنخليهم يخمروا غنطيبهم غير في المقله الثقيله. كيف قلت لكم البنات تشهيهم بحقه، ديري عجينه وحده خرجي منها جوج اشكال، شي عمري وشي طيبي بحقه ديريه البنات، حيت مره كنتشهانه ديال العسل وزيت العود ولا بحق الزبده والعسيله كيجي زوين. المهم هنا غنعمر هذا نعمره بالحشوه البنات كيف ما كتشوفوا. كنديرها في الفرايني جا البنات وكنجمعها بهذا الشكل، كنسدها من الجناب صافي. غنكمل بهذا الشكل. احمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي، والله سألاقي ربي يوما وأغني فرحا بلقاء، والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحياه، ويقول أين حبيبي في السر ليلا نجا، والقلب يخفق حبا لمن أبدعه وأحياه، روح تميل إليه وتكون أنفي. الناس كيفاش كيجيو؟ شو البنات كيجيو عامرين، كيجيو كيشهيو، هانتوما الفرماج واعرين. وهذا البنات بالنسبه للبطبوط اللي غنطيب في المقله، كنخليه البنات يخمر على خاطرو، غير يبان ليا شويه بدا كيطلع صافي. كندوز لهنايا كنرش المقيله بالزيت وكنخليه بحكا كنضيفو وكنخليه حتى يبانوا ليا هاد الفقاعات هادي، عاد كنقلبو البنات. الصراحه هذا حتى هو كيجي رطيب البنات، جرطب وهشيش، وكنأكد لكم انكم ترخفوا العجينه. البنات زكريا كليسير المرسى جيب ليا الحوت، ساعه مشى معطل مشى مني ما صابهمش، مشى عندهم المكازا البنات، جاب ليا هذا ديال الطاجين، هاد الحوت هذا اوراطا كيف ما كتشوفوا، هذا زوين البنات في الطاجين كيعجبني هذا، ولا غير في المقيله هكذا. غندوز نطيبو دابا ما بقاش الوقت. وجاب ليا البنات كرتونه ديال القيمرون هادي فيها جوج كيلو، وجاب ليا هذا اللي بلا مصايبينو هما، هادو كيصاوبو هما البنات، يعني كيديو من المرسى وكيقادو هما. شتو هادي مكازه كبيره ديال الحوت، وهذا منقي وكلشي البنات. حتى هو شحال فيه؟ شحال فيه من غرام البنات؟ 800 غرام هذا فيه. شتو البنات ايوا غناخذ البنات جوجات، وتيجي زكريا ويعاونني. المهم ناخذ اللي غندير جوجات، نشوف لا كنت غندير طويجين، ما كنتش غندير طويجين، غنديرهم ليهم في المقله. ها انتم معايا صافي. هنا البنات صورت شويه الحريره كانت شيطه عندي مال بنتي. وهنا البنات زربت عليهم على هاد الحوته تغسيتهم ودرتهم ليهم غير في هاد المقله العجيبه البنات، غنشويهم ودرت لهم شليده. هنا شليده البنات درت فيها البطاطا سلقتها مطيشه قطعتها قطع صغيره، الباربا هذه لافوكا، الربيع، المايس، والخيار والخصه البنات. هاد الشليده كتجي واعره، والربع مقطع صغير صافي. شويه درت فيها غير شويه زيت، ما دير فيها لا ماي لا مايونيز لا والو البنات، غير هكذا. واللي كيعجبها ثاني المايونيز ديرو خفيفه كتجي واعره، وشويه مليحه، وغندير فيها شويه البزار فقط. هادشي اللي غندير فيها، وغنمشي نرضع بنتي عاد ندوز نوجد الطبيله ديالي. مال بنتي مال؟ مشاو خلاوها خرجهم يلصقوه ضروري دينا تخرجنا وخلاو ليا حكيمه. ها
هانا مام هان صافي. هنا البنات كيف ما شفتوا فطير ساهل ماهل، ما فيه لا تماره ما فيه قوه الوقوف. جيت حتى لاخر لحظه البنات وجدته، وحتى البطيبطات كيجيو ما نقولش لكم البنات جاو كيشهيو. وصافي هنا البنات دست كنحط في التمر، نحط شويه الحلوه، نحط المهم هادشي اللي كناكلو غير انا وزكريا. بناتي ما عندهم غير مع الحاجه المعمره ولا كانت شي شليده بحبك. وهذيك صابرين عندها مع الحريره وحكيمه حتى هي كتشربها ليا. جنات لا جنات ما عندهاش مع الحريره بزاف، كتشرب منها غير شويه. صافي هنا الغزالات غندوز نوجد الطويل ديالي ونعيط لزكريا يجي لانه قرب الفطور يحل. وهنا غنقول لكم الغزالات تهلاو في ريوسكم، وما تنسوش دائما انني احبكم في الله، وما تنساونيش البنات بلي لايك ديالكم دائما لعجبكم الفيديو. وهنا غنقول لكم قبله لكم، وما تنسوش دائما انني احبكم في الله. لا لي خديكم عليا. شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غربت شمس العشية أمهلة تغيب بالله رفقا هيا اجتمبيا حتى زدتني في القلب شوقا.